العكس من بعد الانتظار قرر عن نفسي بنفسي ايدي اخد قرار اخلق من حزني ويأسي من حبس الانكسار كسر حيطاني وشمس تضوي عني المدار عم يبدا العد العكس لا عمر وشكل جديد لا بكرة يقرر عني ولا قدر اللي بيريد لا اشكي الحظ طال ولا هالقلب الوحيد غرق زوايا أمسي يا هالجرح العميد وبعيش حياتي لأول مرة حلوة وسعيدة مجنونة حرة لو حأرسلها زعلانة منك لك جمالك انت جمالك يا قمر كعمي شو انت ما بتعرفي تكبري اضحك علي اضحك وانا بخرب صدقك عاد عاد كم سنة صار لي ما شفتك سمعت انك تجوزتي وترملتي وورثتي وصار الواحد اذا بده يشوفك لازم واسطة بدي خبرك اني دفعت رشوة حتى وصلت لك ما انا لو عارفة ان جبران سالم بده يشوفني كنت انا لحالي جيت لعنده خبرني كيف تخطرنا عبالك؟ سؤال بمحله فعلا انا قصدك بمهمه صعبه كثير بس انا اكيد وبعرف انك ابو المهمات الصعبه انا جاهزه لاي شيء بتطلبه توقيع رخصه معامله واقفه اي شيء انا قصدي بمهمه صعبه بس ما فيها شيء من اللي ذكرتيه شو لكن؟ لها علاقه بحضورك بجمالك بهضامتك بس انا اعتزلت الرقص من زمان بس ما اعتزلت الغرام الغرام انا قصدي بمهمة عاطفية ايوه خبرني لنشوف ارمل اربعيني شو هالصدفة انا ارملة بس بثلاثين ها وحيد وحيدة وبده حدا يشيله من بير الكآبة اللي هو فيه ايه وانا بدي حدا يشيلني من ال يعني غني مثل المرحوم كريم مثل حاتم طيب وحلو رجال بيعجبك وشو بيطلع لي من هالمهمة هيك انت وشطارتك اها طيب قبلت بس انه يعني بس كرمالك يعني لو حدا تاني طلب مني هطلب اكيد ما كنت قبلت ها مع انه يعني كنت بفضل انه هالمهمة تكون معك انت يعني بس انا لاني ارمل ولا غني ولا كئيب اي شو علي بعمل لك ديسكاونت يا الله مش معقول ما اهضمك هيك جوزي دايما كان يقول لي على فكرة ميت من الضحك من الضحك ولا من شي تاني
قالوا لي انه كان فوق 80. شو فكرك يعني تجوزته لشيبته وهيبته؟ مصرياته. قولي هيدي مفروغ منها. بس صدقني كنت عملت له مرضى، يعني ضليتني واقفة جنبه لآخر لحظة. أصلا هو كان يقبل حدا تاني يعطيه الدواء؟ رجع تاني ما قالك فيها. شهرزاد، أنا بعرف إنك قوية وست الستات، كرمال هيك قصدك. عاصم بحاجة لمرة توقف حده للآخر. هلا هو ما عمره 80 متل المرحوم، بس عم يتصرف على هالأساس. قلت لي اسمه عاصم؟ عجبك اسمه؟ لا مش هيك، بس بزماناتك تظهر مع واحد اسمه عاصم، حلو يطلع هو. انت وحظك. هلأ تركنا بعض، بتوحشيني وانت معايا. اتفقنا تعطيني فرصة. أنا محتاجة تعطيني فرصة. لا طول بالك. الأول قلي شو صار معك؟ لقيت وحدة. ايه مناسبة؟ لك شو مناسبة؟ صاروخ. كيف يعني؟ رقاصة. شو؟ كانت بس هلا اعتزلت. ما لقيت مهنة أنسب؟ منال صدقيني بس اتعرف عليها رح تعجبك كثير. معناها ما بتعرفوا العاصمة منيح. جبران هاي النوعية ما بتناسبه أبدا. ليك لما قعد يحكي لي ليش حبة لنايا، هاي أول مرة أول مرة بفهم ليش ضل مقاطعني كل هالمدة. بس ما فيني أزعل منه، هذا حبيبي وأخي وهذا هو، هاي طريقة تفكيره وما فيني غيره. ليش حب؟ حبة لأنه بنظره هي نقية طاهرة بريئة مثل الملاك. لك تخيل بلش يقنع نفسه إنه نايا ما تتغرق لأنه المي رمز الطهارة، وإنه كانت بدها تكون عند حسن ظنه. يا جبران عاصم
بيعتبر نايا قديسة. منال اسمحي لي اقول لك انه خيك عاصم عم بيكذب على حاله. واذا بتسالي طبيب النفسي بيقول لك انه خيك هلا عم بيعيش حاله انكار. انكار؟ خيك عاصم عم يهرب من فكره انه هي ماتت وانتحرت حتى تخلص منه. عم يهرب حتى يخلص حاله من انه هو سبب انتحارها. حولها لقديسه حتى يخلص حاله هو. كل شيء عم بيعيشه خيك عاصم هو احساس بالذنب ما بده يعترف فيه. كلامك كثير منطقي. بس جبران ليش انفعلت كل هالقد؟ اول مره بشوفك بهالحاله. لانه ما بدي اياك ترضخي للتقييم تبعه. منال كل شيء عم بيقوله خيك عاصم هو شيء مرضي مش صح. يعني الطهاره والنقاوه هي قصه نسبيه بتعكس حقيقه الانسان وطهارته ونقاوته. صدقني انا ما عندي مشكله معه. اساسا انا خلافي مع عاصم خلاف ثقافي، ما له خلاف اخلاقي. ليك جبران، انا بالنهايه عشت حياتي مثل ما بدي، قناعاتي وطريقه تفكيري. يمكن كان الثمن اني اخسره لفتره، بس ما خسرت نفسي، ما خسرت شخصيتي يلي تعبت كثير عليها وما عندي استعداد اتنازل عنها لاي سبب كان. وين كنتي؟ وين؟ ليه ما طلعتي لي من شي بحر؟ يا ويلي شو كنت وفرت حالي اشي؟ ليك ما كتير تنغش فيي، مالي هالإنسانة المثالية الكاملة. أنا كمان إلي أخطائي وإلي سلبياتي. بس 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 ما أنا معش تحكي. بالنسبة لإلي هيدي هي المثالية. كنت متحررة زيادة على القليل بالنسبة للمجتمع. يمكن أحلى شغلة فيك إنك ما عندك ازدواجية. جبران أنا عشت حياتي مثل ما أنا بدي ومثل ما أي حد بده. منال كرمال هيك بقبل الآخر حتى لو كان تفكيره عكس تفكيري. أما بالك إذا كان أخي. معك حق. لهيك جبران مالي متأكدة من هالخيار يلي اخترته. قصدك شهرزاد؟ عم تمزح، كمان اسمها شهرزاد؟ أنا هيك عرفته وطول عمري عيط لشهرزاد وما بعرف إذا هيدا اسمها الحقيقي أو لا. طول عمرك، يا سلام. واضح عليك إنك بتعرفها منيح. أكيد كرمال هيك اخترتها. وبدي إياك تكوني واثقة باختياري. رقاصة يا جبران، رقاصة؟ منى في فرق عند الرجال بين الزوجة والصاحبة. يعني إذا خيك عاصم كان يحب لنايا واعتبرها قديس وملاك فصاحبته أبدا مش لازم تكون هيك، مش هيدا المطلوب. لازم تكون العكس تماما، عكس مرته. وأنا كرمالك حتى تكوني أنت كمان مرتاحة ما رح أقدم له إياها على أساس إنه هي رقاصة. رح أقدم له إياها على أساس إنه هي بزنس وومن. ازيك يا نوى عاملة ايه يا حبيبتي؟ بقولك يا انجي، يا نوى ما جتش الشغل النهارده ليه؟ ايه ده هي ما جتش؟ لا ولا بترد على التليفون كمان. معقولة؟ غريبة قوي. يعني انت يعني ما كلمتهاش النهارده خالص؟ مش عارفة يا نوى والله، انا كنت مشغولة قوي النهارده، مش عارفة مين كلمني ومين ما كلمنيش. بصي يا حبيبتي انوي انت قلقتيني جدا عليها، انا هكلمها وارجع اطمنك. اوكي؟ طيب ميرسي قوي يا انجي. ميرسي يا حبيبتي، يلا باي باي. انجي استني بس عايزه اقول لك حاجه. ايوه يا نوها. هو كريم رجع من شرم الشيخ بدري ليه؟ مش عارفه يا نوها، حسب الشغل يعني. هساله واقول لك على طول. اوكي طيب. ما تعرفيش هو فين دلوقتي؟ ما اعرفش. طيب يا انجي ميرسي، باي. Thank you.
ممكن نتمشى مع بعض على البحر شوية؟ بتحب البحر يا نايا؟ بس مش عايز إجابة تقليدية. البحر بالنسبة لإلي كأنه صديقي، ملكي الحارس، موتي وحياتي. الله الله الله، مش بس إجابة غير تقليدية ولا حتى حديثة، دي إجابة ما بعد الحداثة. ليه بتحب تفلسف الأمور؟ ده أنا بمدحك يا جهلة، أولين إنسان عادي وما يجهل. يعني عجبك جوابي؟ طبعا عجبني، عجبني، بس حاسس إن جوابك ده زي ما يكون وراه حكاية. أنت حكايتك إيه؟ عم بتوجعني كريم. مالك في إيه؟ أنت اللي مالك، تحكيني على التليفون بتكون واحد تاني، شو بصير لك لما تصير مع بعض؟ آسف. كل عم بحكي ببساطة بتصير تعقد الأمور، كل شي عندك مزح، ما عندك شي جد؟ كيف بدي أطمن أنا ومعك؟ قل لي كيف؟ تبعت لي مسجات كلهم رومانسية ورقة، ولما تصير مع بعض بتصير واحد عدائي وبيع بقشة بصلة. بدي أبقى لوحدي، معليش؟ سهل. استاذ كريم موجود؟ مش موجود يا فندم. طب خلاص مش مشكلة، هستناه لحد ما يرجع. هو مش موجود في القاهرة حضرتك. مش في القاهرة؟ أمال هو فين؟ في شرم الشيخ يا فندم. الله؟ هو مش لسه راجع من شرم الشيخ؟ ما هو حضرتك هو رجع نص يوم وسافر تاني هناك. طب ما تعرفش هيرجع امتى؟ الله أعلم. تحب حضرتك أبلغه بحاجة لما يرجع؟ لا ميرسي. الو، خيرا رديت عليا. خير يا نور، في حاجه؟ مالك يا كريم، صوتك مش عاجبني. مفيش، تعبان شويه نور. الف سلامه عليك. الله يسلمك كريم، انا عايزه اتكلم معاك في موضوع مهم. اتفضلي. لا يا كريم، ما ينفعش على التليفون. ممكن اجيلك المكتب؟ لا انا مش في المكتب. طب البيت؟ ولا في البيت. طب ممكن تقولي انت فين عشان اجيلك في الحتة اللي انت فيها؟ الو الو كريم، بعتذر. كريم انا مش سامعاك، انت سامعني؟ علاء. ايوه Thank you. Thank you. Let's go outside. Sure. Yes. Let's go. أنا عارفة إنها مش هتسيبني في حالي. أيوة أنا. أيوة يا إنجي، أنا عايز أسألك سؤال. يعني أنت مش عارفة أنه هو رجع شرم تاني؟ هو مين؟
حيكون مين يعني؟ كريم؟ معقولة رجع وما قاليش؟ شو رأيك؟ أنا جاهزة على فكرة. لك مش معقول؟ عن جد معرفتك؟ بس قبل عادي شوي، في كم شغل لازم نتفق عليه. بعد في كم شغل إيه؟ هيدا اللوك جديد الروعة لازمه اسم جديد. هي غير شهرزاد؟ انت شو اسمك الحقيقي؟ نسيته. لك عن جد عم بحكي؟ لا انا عن جد عم بحكي، يعني اذا بتعرف اسمي الحقيقي كنت بتقلي احسن لك تبقي على شهرزاد. ليه؟ شو كانوا مسمينك اهلك من غير شر؟ شهيدة. شهيدة؟ شو بدك اكثر من هيك تضحية شهيدة؟ انه معقولة يعني اهلي ما عم بفهم انه بدو يتخلصوا مني من اول ما خلقت يعني؟ لا عن جد صدقيني انه اسمك حلو. ايه بس ما انه مناسب للوك الجديد. طيب شو كان اسم عائلة جوزك؟ مرحوم كان اسمه واحد كامل باشا. واو حبيت. شو بدك اتقل من هيك اسم؟ مدام كامل باشا. ايه ولا مرة حدا ندهلي بهالاسم. لأنه شهرزاد طاغي على كل الأسامي. يا حاج نضحك على بعض حاج، الكل كان مستكتر هالجيزة وهالاسم أصلاً. أنت يا شهرزاد حسادك كتير كتار. anyway أنا لازم أقدمك هلأ لعاصم على أنك أرملة المرحوم كامل باشا. إيه بس بركة تطورت الأمور بيناتنا. كيف يعني؟ كيف يعني؟ يعني كيف بده يدلعني إنه مدام كامل باشا؟ إنه بتعرفي هيدي ما فكرت فيها أبدا. بتعرفي أحسن شيء إنه نجمل الاسم ونختصره شوي، بصير شهد. مش حلو شهد؟ شهد منيح يعني، إنه يعني جامعة. لا لا حلو شهد، حلو شهد. لكن شهد. يا الله يا شهرزاد بشرفك خلصيني بقى، قوم انزلي. لحظة عم بحضر حالي. لك شو في هلا على الضحك؟ مش بعيدة. كل ما بدي روح عزي تجيني كرسي الضحك. ليكي إذا بدك بنرجع. لا لا هلا بصير حزينة مطاطة. شهرزاد نسي فكرة إنك جاي تعزي، وحطي حالك بجو إنك جاي تحكي معه بالشغل وبس مثل ما اتفقنا. إيه أكيد بدي أحكي معه بالشغل، بشو بدي أحكي معه لكي؟ الله اوكي خلص خدي وقتك، انا ناطرك بس تصير جاهزه وعينه. بس لازم اخذ بالخاطر بالاول اقول له الله يرحمه. When we swear I believe.
مدام كامل باشا. شاهد. أهلا وسهلا. الأستاذ عاصم. تشرفنا. أبو العمر إلك. مدام منال أخته للأستاذ عاصم. أهلا فيك. شكلنا رح نتفق كثير. ليش لا؟ بيرجع رح يفيز. مدام كامل باشا ورثت عن جوزها المرحوم أعماله وشركاته، ولما خبرتني إنها بحاجة لشريك ثقة وخبرة حتى يحمل معها عبء هالتركة الكبيرة، دغري فكرت فيك أنت يا عاصم، ما حدا غيرك. جبران أنا هلأ بإجازة طويلة وما عندي رغبة بالشغل، وما بعرف إذا رح أقدر أخدم للمدام. شهد. أهلا وسهلا. بكل الأحوال أعطوني يومين بلكي بحاول أوصلها مع المستثمرين بتعامل معهم. ولو مش عازم، معقولة تكسفني وأنا اخترتك من بين الكل؟ مش بس جبران حكالي عنك، صيتك سابق واسمك مكسر الأرض، يعني الكل بيحكي عن شهامتك وذكائك وجوليتك، يعني باختصار بيقولوا عنك الوحش، وما حدا مقدر يقتحمك بالشغل قصدي. يعني المرحوم شو كان يشتغل قبل ما يتوفى؟ هيدي بدها قاعدة عندي بالمكتب، وبيشرفنا وجودك بالمكتب استاذ عاصم. هيك بتشوف المشاريع يلي كان ينفذها جوز المرحوم والمشاريع يلي ناطرتك. في كتير كتير مشاريع أشكال وألوان، مهم أنت توافق. كاسك. طيب. كتير طيب. شو نوعه هيدا؟ لا مدام شاهد، أنا رح أشوف جبران ونسق أنا وياه ونشوف. ايوه شو له علاقة جبران؟ انه يعني قصدي يعني جبران ما بيهتم بامور البزنس يعني وهيك يعني. معها حق مدام شهد، بس لما بتبقوا بتعينوا موعد ببقى انا بدل عاصم على المكتب على القليل يعني. وانا احساسي بيقول لي انه ما رح نختلف ابدا، اصلا حاسه من هلا انه كل شيء رح يكون حلو بالشغل يعني. يمكن لانه في اشياء مشتركه بيناتنا، نحن اثنيناتنا ارامل على بعضنا. كيسك. نزل. شو صار له؟ معقولة انت هلا كلمة ارامل بتضحك يعني؟ شو فيها؟ شو ما حدا ترمى الغيره يعني؟ بلا، بس نحن مش هيك اتفقنا. شوي شوي جبران، انا بعتبر اساسا يلي ساوته شهرزاد انجاز بحد ذاته. تسلم دمك. انت مش اخته. انت وياه بتجنن، بس عاصم شو هالعاصمة هيدا؟ شو هيدي اسرع وحده شفتها بتحبي عيتي. شو بدي استنى دخلك يعني؟ حلو الحب من اول ارمد. شهرزاد مش مهم انت تحبيه، المهم هو يحبك. هلا انه من كل عقله زعل يعني هلا؟ ليكي ما كثير تنهزي شوي وبروق. ما انا شغلت الهز. يا عمي بدك تفضحينا من اول يوم؟ شو في؟ رح اعتذر منه. بدك تطولي بالك شوي. ما انا هون كرمال هيك، لما تكون يعني انت صدقت الكذب اللي عم نكذبه. لا لا انت مزبوط هون كرمال هيك، بس نحن اتفقنا انه عاصم حالي خاصه وبدك تنتبهي انت عم تتعاملي معه. شفتي بعينك هلا كيف تركنا وطلع على اوضته؟ كيف فينا نعرف شو رده فعله وبشو كان عم بفكر لما قرر ينسحب ويطلع يقعد وحده؟ معقولكم ما عجبته يعني؟ يمكن ايه ويمكن لا، كرمال هيك انا عم اقول لك شوي شوي. جبران قصده يقول انه في نوع من الرجال ما بيحبوا الست يلي ترمي حال عليهم تقريبا. وفي رجال بيتمنوا. شو؟ شو بكي ساكتة؟ احكي لك شي كلمة. شو؟
يعني للصراحة حاسة حالي بمدرسة، وانت والست منال عم تعطوني دروس عن رجال وأنواعهم. يا أمي أتاري رجال هيك وأنا مش عارفة، يعني بشكركم نورتوني. Are you sure she's all right? Don't worry. She'll be all right. Maybe she need a doctor? No, she needs to sleep. Take care of her, eh? Okay. المفتاح فين؟ نايا المفتاح فين؟ من فضلك والله غرفة 42-29 المفتاح بس معلق، كنت عايز نسخة تانية. طيب تشيك اوي يريد بسرعة بس. شكرا. نايا اتركني بعد عني، تعالي لزيني تعالي نايا تعالي نايا نايا مش ممكن أزيكي وانت عارفة أنا بحبك. نايا كابوس. الحمد لله أنت فوتي كريم. الحمد لله أنك صحيتي. شو عم تعمل هون؟ أنا بصحيكي من كابوس. كابوس مزبوط كابوس. اهدي أنا أعملك نسكافيه. ليش أنا شو كان صاير معي أنا ونايمة؟ ولا حاجة، أكيد شوية توتر بتحصل. وحكيت شي؟ يعني شو؟ شوية كلام ملخبط، أنا ملحقتش أفهم حاجة. صحيح أنت كنت بتقولي إيه؟ كيف بعرف ما كنت نايمة؟
نسكافيه. ميرسي. طلعت بتعرف تعمل نسكافيه. يا رب يعجبك. كتير طيب معلم. يلا اسيبك ترتاحي. رايح؟ انا في الغرفه اللي جنبك، لو احتجتيني كلميني. تصبح على خير. تصبح على خير. ايه بقى، احنا بقينا الفجر يعني ساعتين وهنوصل الضيوف على المطار. يلا باي. صباح الخير. صباح النور. شوف هاي على بكير. إذا ما بدك يعني اشرب قهوة برجع بنام. يي كيف ما بدي اياك، أنا ما صدقت شوفك منعنا شوفايق. تشرب قهوة معي ما؟ شو وين جبران؟ إيش بدك منه شيء؟ لا أنا بس مثل ما فهمت إنه أحياناً بيمرق بيشرب القهوة وأنا نايم. مزبوط، وهلأ رح يفرح كتير لما أشوفك فقت من النوم ونشرب القهوة سوا. يعني بده يمرق أنا ويمرق؟ هو كل يوم كان يمرق قبل ما يطلع على البوت لحتى يطمن عليك. ليكو؟ صباح الخير. أهلا جبران. أهلا جبران. جيت بوقتك، لو تأخرت شوي كانت القهوة بردة. ما في أحلى منها الواحد يجي بوقته. أهلا. كل شيء لما بيجي بوقته حلو. طبعا أنا كتير بهتم لمسألة الوقت. صباح الخير جبران. صباح الخير. تويت شغلة مهمة بالحياة، يعني إذا الواحد تأخر ثلاث دقايق عن السفر ممكن تفوتوا الطيارة أو الترام. صحيح. والبخرة مع أنك بحار ما ذكرتي. مزبوط، هاي ما ذكرها، بس يمكن لأنه قائد السفينة هو اللي بتحكم بالوقت. ما حبيت. ومع هيدا وكله الوقت ما له أمان، ممكن يغدرنا بأي لحظة. معك حق، الوقت خاين. خانك الوقت شي مرة كتير. وشو عملت؟ ولا مرة وقفت عقارب الساعة، لأنه الزمن ماشي وماشي فيك ولا بلاك، وما عندك كتير خيارات. يا أما بتمشي معه، يا أما بتضلك سجين اللحظة يلي خانك فيها الوقت. إمتى بدك نجتمع بمدام كامل باشا؟ الحقيقة أنت أحرجتني، أنا ما كتير عندي رغبة أرجع للشغل بصراحة، يمكن ما كتير أقدر أخدمها يعني. بس وعدتها. ليش لأ عاصم؟ بالعكس، يمكن تكون هي السبب لحتى ترجع تباشر أعمالك وتكمل مشاريعك يلي ناطرتك. بعدين حبيبي شو ذنب الموظفين يلي عندك يلي ناطرين إشارة منك بس وموقفين كل شيء؟ ليش، في حدا اشتكى لك؟ لا 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 أبداً، بس يعني هيك المنطق بيقول. مظبوط معك حق، أنا صار لي فترة غايب عن الشركة يعني، المفروض أعمل لي شي طلع. أكيد حبيبي أكيد. وبعدين خلي هالموظفين يطمنوا إنه أنت مالك تاركهم وعم تفكر فيهم. وأنا رح خبر مدام شاهد إنك رح تزورها. نزورها؟ أكيد أكيد، على القليل يدلك على البيت لأول مرة. يعني هو بس بناخد شوي فكرة عن المشاريع اللي عندها يعني، بعدين
كان اجتماع عندي بالشركة. يا اهلا وسهلا مسيو عاصم عندي بالبيت ما عم صدق عيني. اه والله هيك صارت يعني. اذا بدك انا برجع مطرح ما جيت. بالعكس انت بدي اعمل لك تمثال لانك عرفتني على حدا بهضامه وشياكه واكابريه الاستاذ عاصم. هذا مزواك انت المزوي صدقني. يا عمي شو القصة؟ رح نضل واقفين على الباب؟ أكيد لا، تفضلوا ولو تفضلوا يا أهلا وسهلا. تفضل تفضل يا أهلا وسهلا. تفضل 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 مطرح ما بدك تفضل. شو بدك تشرب أستاذ؟ باخذ قهوة لو سمحت. شكرا شكرا. يا أهلا يا أهلا، نورت البيت أستاذ عاصم. يا أهلا وسهلا.